فضيلة الشيخ وفقكم الله. يقول السائل: أنا مقيم في السعودية منذ أكثر من سنتين، ولم أستطع السفر إلى أهلي، فاستخرجت لزوجتي وبناتي تأشيرة لزيارتي، ولكن والدتي رفضت سفرهم إلي لظنها أننا سنتركها ولن نعود إليها، علما بأنها عندها من يخدمها من أخواتي وزوجات إخواني. سؤاله: ما الواجب علي تجاه والدتي في هذه المسألة؟ اتصل بها بالجوال أو بالتلفون، أي اكتب لها وأقنعها بأنك ما تريد بهذا الفراق وعدم الذهاب إليهم، وإنما تريد بهذا زيارتهم فقط ويرجعون، وأن ترجع فيما بعد. اقنعها وبين لها واشرح لها الوضع وأزل هذا التوهم الذي توهمته. نعم.